الوكالة حتشرع في صب الشهادات التخصيص المكتتبين عدد الاثنين في نهاية شهر مارس إن شاء الله. كانت سبقت هذه العملية عملية في نهاية نوفمبر. في ظرف مدة قصيرة تمكنت الوكالة من إعداد حصة معتبرة من مقررات التخصيص. حوالي 28 ولاية راح تكون معنية بهذه العملية. كاين ملف ثاني اللي كنا نتكلموا عليه هو فيما يخص المكتتبين اللي قاموا بتسديد الشطر الأول اللي كانت الملفات تاعهم مقبولة. نقول ونطمن هذه الفئة إن شاء الله، فيها فئتين. الفئة الأولى اللي قاموا بالتسديد بعد ما طرحنا لهم الأوامر بالدفع وقاموا بالتسديد، الوكالة بصدد تثبيت الأوعية العقارية من أجل تخصيص لو شوا دو سيت، نفتحوا لهم لو شوا دو سيت.